في معرض رده على سؤال محوري حول الاتفاق الفلاحي مع الاتحاد الأوروبي بمجلس النواب، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش أن المصادقة على الاتفاق الفلاحي مع الاتحاد الأوروبي يعد بمثابة تأكيد على تمسك الجانب الأوروبي باتفاق استراتيجي قوي ومتوازن مع المغرب. السيد أخنوش أبرز أن هذا التصويت يعد أيضاً تكريساً إيجابياً لانتظارات المغاربة تجاه أول شريك اقتصادي وسياسي واجتماعي، كما جاء ليتوج مسلسلاً طويلاً من المفاوضات التقنية والمشاورات السياسية سواء مع الشركاء أو مع ساكنة المناطق الجنوبية من خلال ممثليها الشرعيين الذين تم انتخابهم بطرق ديمقراطية. الوزير اعتبر أن هذا التصويت يضع حداً للتشويشات التي مست نوعاً ما سير تقدم هذه الاتفاقية، كما سمح بتسليط الضوء على الجانب الاستراتيجي لهذه الاتفاقية بالنسبة للساكنة وأثرها الإيجابي على الطرفين. وأشار السيد أخنوش إلى أنه تم التأكيد خلال المفاوضات على حماية الفلاحة التضامنية التي هي أساس تحسين مداخل الفلاحين الصغار والمتوسطين بالعالم القروي وتحسين ظروف ولوج الأسواق بالنسبة للفلاحة الإنتاجية التنافسية التي تعتبر واحدة من أهم أسس الصادرات الوطنية. بخصوص الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، قال الوزير إن المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي توجت بالتوقيع يوم 14 يناير 2019 على اتفاقية الصيد البحري وبروتوكول تنفيذها على أن تدخل حيز التطبيق بعد المصادقة النهائية عليها من قبل البرلمانين المغربي والأوروبي.